شركة القمر عاملة لكم عرض جبار النهاردة على كل تشكيلة الحلل التركي، وبادئ لنا التيتانيوم الأصلي التركي من 2650. العرض ده مستمر معانا لمدة 15 يوم من تاريخ عرض الفيديو. الحقوا شوفوا العروض الموجودة في الفيديو. عندنا تشكيل حلو جدا من حلل التيتانيوم، الجرانيت، السيراميك، التيفال، معانا الشغل كمان الحجري الجديد، ترندي قوي يا جماعة، وعامل على عرض جامد جدا. كل حاجة هنشوفها النهاردة معانا في الفيديو بالأسعار. وليه شركة القمر بتبيع رخيص؟ لأنها مستورد يد أولى، مش من تاجر لتاجر، محتاجة طقم واحد حلك لكل المحافظات. حابه تروحي تنوريهم وتشوفي جوده الحاجه. الشغل اللي هناك كله مستورد، ما عندوش اي حاجه مصر. عندنا كل ما يخص جهاز العروسه من الادوات المنزليه، من اول الرفايع والمعالق، التجار، الصواني، كل حاجه هتلاقيها موجوده هناك، حتى الطقم الصيني، الفطار، البايركس، كل حاجه موجوده عندهم هناك. ولينك التليجرام في اول تعليق، وبنشحن محافظات بس اللي يروح يقول تبع مكه. وما تنسوش بالله عليكم لايك وشير، وعلى بركه الله نبدأ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ فيديو النهارده ايه؟ كل سنه طيبين. وانت طيب؟ كده خفيف كده، حاجه خفيفه كده. تمام. حلل بس. تشكيل حلل حلو قوي. تشكيلة حلل بس. تمام، وكلها يعني شغل استيراد كنتوا. كل ده شغل استيراد محمد. تمام. جاي لكم من المستورد نفسه يا جماعه شغل حلل بارخص الاسعار. ده طقم ايه؟ ده طقم حلل تيتانيوم. تيتانيوم. بصوا ده تيتانيوم يا جماعه. بصوا كده، دي المقلايه بتاعته اهي. عايز اوريهم لكم اهي. تتكلم ده اربع حلل وجريل. اربعه وجريل. تمام، خد يا زين. اربعه وجريل؟ اربعه وجريل. تركي. تركي يا جماعه. بصوا كده معانا. ده اربعه وجريل تركي. ده توزيع حراري. تمام. ده توزيع حراري معاكي، ولا يشرب اكل ولا يحرق اكل ولا الكلام ده كله. تمام، هنعمله كام النهارده؟ وده الجريل. ده هينزل معانا في العرض، كان نازل ب 3 200، هينزل ب 2650. 2650 طقم جرانيت يا جماعه، تركي. اربع حلل بجريل تركي، ركزوا معانا في العروض دي. وعندنا شحن كل المحافظات بالقطعه. بص اللي جاي ده. ده تركي برضو يا احمد. ده تركي، ده جرانيت. جرانيت. ده جرانيت 4 مللي. 4 مللي. ده الموجة. تمام. ده هنا معاك الموجة ديت على شكل رسمة، لو هي واضحة. واضحة معانا. ده جرانيت. على شكل موجة كده يا جماعة، وده تركي برضو. وجريل. والجريل بتاعه. بص، أربع حلل وجريل. أربع حلل وجريل. وكام النهاردة؟ التوزيع بتاعته. تمام. ده نازل ب 350. ارفع لي الحلة معلش، 3250. 3150. 150 سوري، ده أنا بغلي عليك. 3150. بص شكلها قمر على 3150، وتشرح لكم بالقطعه اربع حلل والجريل بتاعه. ده الشكل بتاعه. تسلم ايدك. تمام. بص اللي جاي برضو، احنا عاملين لكم فيديو خفيف سريع بالاسعار اللي نزلت في الحلل. بص ده تسع قطع، هما اربع حلل برضو، اربع وجريل. وجريل ده حاجه مختلفه. ده مختلف. بص كده معانا. الله، ده حلو قوي ده. اعمل عليه وعملنا عليه عرض يعني. غطى منه فيه. غطى منه فيه. عليه احلى عرض. هنعمل عليه عرض برضه. نعمل عليه احلى عرض. بصوا اللي جاي، حلو قوي ده. حلل وجريل. كام النهارده؟ في منه الوان ثانيه، في منه الوان ثانيه، في منه البيتي، في منه روز، في منه اسود، في منه موف. تمام. اربع الوان. موجود منه يا جماعه. وجريل ده يدي منه فيه، المسكه بتاعته دي يدي منه فيه. تركي يا جماعه. بتمسكي بيها الحله. والغطا بتاعه منه فيه مش غطا ستانلس. وموجود منه اربع الوان، ده غطا منه فيه مش غطا ستانلس زي ده. غطا منه فيه مش غطا ستانلس. طب والجريل بتاعه فين؟ طلعه لنا كده. والجريل بتاعه. هوريه لكم برضه. بص كده معانا. ادي الطقم اهو بالجريل بتاعه. بصوا الجمال، الله تحفه. ده بص طقم. استعماله ضرب. استعماله ضرب. طب ونضرب ليه حرام؟ ده تقيل قوي. امسك. تقيل جدا. حلو قوي. قول لي كام ده النهارده؟ ده احنا عشان فتره ماما قالت نعمل عليه عرض، ده كان ب 3450، هينزل معانا في العرض ب 2780. طب والله حلو قوي ده ب 2780. تسلم ايدك. تمام. عندنا شحن كل المحافظات، احنا موجودين في القاهره العتبه، شارع بورسعيد جنب فرع الهلال والنجمه على طول يا جماعه، وجنب كوبري الازهر. شركه القمره مالهمش اي فرع تاني. اخر ما تغلبي خالص اتصل علينا، الارقام على الشاشه، ونبعت لك حد ياخدك من المكان اللي انت فيه. عايزين طقم يتشحن لكم هيتشحن لكم لحد المكان. في ايه تاني معانا؟ ده طقم ايه؟ بونيرا ده ولا ايه؟ بس ده داي كاست. داي كاست. يد منه فيه داي كاست. ده بص داي كده. داي كاست يعني ايه؟ يعني اللي هو المنقط من تحت ده. تمام. اللي هو عش النمل ده. زي عش النمل كده. تمام. او عش النحل. حلو. او اي حاجه، نحل، نمل، وعش وخلاص. بس بقى ده تقيل جدا. تمام، وما تشيلنيش يا احمد طالما تقيل. اتقل من ده كمان؟
طب وفين جريلو ده؟ وادي جريلو أربعة برضو جريل؟ أربعة وجريل وممسكاته بكله وحجمه ومساحة الحلة برضو 28 ولا 30؟ أكبر حلة 30 30 أنا بقول كبيرة ما شاء الله. وادي الجريل بتاعي مقلاية مش جريل تمام مقلاية معايا. بص الطقم كام النهاردة ده؟ دوت ب 4 200 هينزل في الفيديو ب 3620 3620 طقم زي كده فخامة ب 3620 جنيه يا جماعة تمام. تيتانيوم ده تيتانيوم ده استيراد شركة الأمراء بس تمام. ده حاجة بقى أوريجينال أوريجينال حاجة عالية على ضمانتي واخدين منها حلو قوي. ده كان نزل فترة وبعد كده ما جاش تاني كنا واخدينه من فترة طويلة. ده في منه اليد الجولد وفي منه اليد الميت اللي هي النحاس تمام الروز جولد والجولد بتاعها وبرده حاجه محترمه انا بشيل اللي ما احنا عندنا. بص حلو قوي وحلته برده نفس اليد كده شكله فخامه وشكله شيك جدا جدا يعني لو عروسه هتاخده حاجه كده تشرفك وعملي برده يا احمد مش شكل بس. بصوا اليد معدن منه فيه ومربعه هو كله اسود يا احمد كله اسود عشان بس للعلم هو التيتانيوم ده بينزل كله اسود. بصوا كده حته فخامه حله مربعه تمام غطا منه فيه يد معاكي عازله للحراره تمام. ده طقم حاجه الله اكبر في منه اليد الجولد بتاعك تمام الذهبي والنحاسي تمام. وده كام؟ التوزيع الحراري ميدين تركيا تركيا يا جماعه. ده كان ب 7800 هينزل معانا في العرض ب 6420 6420 ركزوا في الاسعار. ده المربع عايزك تركزي ده المربع يا جماعه اربع طبقات تمام يدي جولد وفي منه اليد النحاسي دي تمام حلو قوي. وده برضو ايه لسه فيه ثلاث حلل معاه كمان تسلم ايدك. بصوا ده برضو ده طقم ايه؟ دايكاست ده جرانيت دايكاست ده تمام. بس ده مربع ده مربع كل ده انا بوريه لكم ده مستورد تمام. احنا عند المستورد يد اولى يعني اقل الاسعار وشحن كل المحافظات. بصوا ده اللي هو المربع ده الجريل جاي معاه جريل اربع حلل وجريل يا احمد اربع حلل وجريل والوان برده موجوده منه كتير كل الوانه موجوده. بص حلو قوي الحله المربعه دي على فكره مش اكبر حله دي صح؟ لا دي مش اكبر حله مش اكبر حله دي وصل في اصغر وفي اكبر. بص الطقم تحفه واليد منه فيه مربع تمام حلة مربعة غويطة غويطة حلة مربعة غويطة حلو قوي تمام شكلها شيك قوي. والجرانيت ده يد والغطا بتاعه غطا جرانيت برضه غطا جرانيت وهنا ده طبق دوت يخرج البخار تمام فتحات خروج يعني تمام تفتحيها بتتقفل وتتفتح حلوة دي برضه يعني حلوة قوي يعني عايزة تستعملها حلة بريستو تعمليها حلة بريستو حلوة جدا. ده ميد ان تركيا ده كله تركي زي ما انتم شايفين. ده بقى يتحط بقى على بوتاجاز ستاتش يتحط على بوتاجاز بلت ان يخش الفرن من غير غطا يخش الفرن من غير الغطا يبقى زي الفل جدا. حلو قوي يتعمل فيه كيكاية تورتاية حلوة مربعة عالية. بصوا كده معانا وكام النهارده؟ ده كان نازل ب 7400 هينزل معانا في الفيديو ب 5920 ب 5920 تسلم ايدك. الطقم ده أول مرة نصوره ده نازل معانا 2 4 6 حلل 6 حلل ده حلو ومقلاية ومقلاية 6 حلل ده 6 حلل ومقلاية يا جماعة أول مرة ينزل عرض 6 حلل دي يعني أول مرة أشوفه. ده سيراميك ده سيراميك ده سيراميك يا جماعة 6 حلل حلو قوي ومقلاية توزيع حراري تمام حلو قوي. ده تركي والله عرضه حلو برضه 6 حلل ده بصوا معانا الغطا بتاعه استلس السيراميك حاجه محترمه برده في الاستعمال كمان والله تحفه. والحله بتاعته فاكر ال اسمه ايه التيفال مربعه تربيعه التيفال اللي كان بينزل الاول حلو قوي تحفه. كام ده النهارده؟ ست حلل ومقلايه ست حلل ومقلايه هنعمله بكام العرض؟ ده كان ب 6600 هينزل معانا ب 5700 ب 5700 بس ده ست حلل الناس اللي بتحب تستغل الحلل الكتير ده حلو قوي ده حلل كتير تمام تسلم ايدك من الصغيره للكبيره سهل تمام. بصوا الطقم ده برده حجري فخامه ده حاجه حاجات اللي هي لسه نازله طالعه جديده تمام البريوني 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 شكله تحفه تحفه حاجة كده فخامة. بص حاجة كده لسه جديدة. ادينا الظهر بس نشوف بعد اذنك يا احمد. الاهرامات. الاهرامات بصوا كده بصوا الجنب بتاعه عامل ازاي يا جماعة يا رب يبقى واضح معانا. بصوا شكله حكاية. حلو قوي. ده طقم لو انا بشتريه هشتريه عشان احطه في النيل. زينة انا بقول ده زينة والله. حرام يتولع عليه البيت وجايز ده. بص الفخامة. بصوا الحلة يا جماعة شكلها شياكة. يعني بصوا الغطا.
حاجه كده تحطوها زينه في نيش يعني، حرام تعملوا. بصوا تحسوا ملمسوا جلد من بره بس هو ايه مش جلد، استيراد القمر يا جماعه، حته كده فخامه الاهرام اليد الجولد كده تمام، شكله شياكه شياكه جميل جدا. كام النهارده ده؟ ده كان نازل ب 9800، لو رحت اي هايبر جنب اي واحد بتاع دوت منزلي بيبيع برندات هتسمعي فيه 9800 وال10 تمام. الامراء بتقول لك هتيجي عندنا هتديك 8850 8850 وهنعمل لك عليه خصم هيبقى 7880 كمان 7880 خصم 1100 جنيه. تسلم ايدك، معاك الجريل بتاعه واربع حلل زي ما انت شايفين. هل اللون ده بس؟ لا ده انت فيه الرمادي، فيه البيج، فيه منه ست الوان. يعني ده موجود منه ست الوان. موجود منه ست الوان مش لون واحد. تمام، بالجريل بتاعه اربع حلل. بالمقلاية سوري. يعني بصي انت شايفة مثلا اللون ده. بصي كده هنا في الصورة جوه. في البني الغامق. في البني دوت. درجات. في منه الرمادي. وكله اسود. وقلنا يبقى بسبعة كام يا احمد؟ انا بقى بسبعة 780. 7880 تمام. ده طقم جرانيت. ده طقم جرانيت. ده تسع قطع، اربع حلل وجريل وصينية. تسع قطع. حلو قوي. بص كده معانا، الله مقلايته حلوه قوي واللون تحفه. الجريل بتاعه سوري النهارده عمال اقول المقلايه جريل وجريل المقلايه. بص كده لا وتقيل يا احمد، حلو قوي ده، توزيع حراري وبرده تركي. بصوا ميد ان تركيا، يا رب تبقى واضحه معاكم. حلو قوي، تقيل قوي. صينيه والصينيه بتاعته سمك 5 مللي تمام، توزيع حراري حلو قوي. ميد ان تركيا، تركي اهو يا جماعه، كل حاجه تركي. مش موديل تركي، عشان في ناس بيبقى مكتوب موديل تركي. لا فالناس بيختلط عليها الامر. 1000 جنيه تمام، حلو قوي. ومعاه برضو اربع حلل. اربع حلل، اربع حلل وجريل وصينيه. وهنعمله بكام النهارده؟ اربع حلل وجريل وصينيه. سعره ده ال 10 هنبيعه بسعر التسع، يعني ب 3420. 3420 ركزوا معانا، ده النهارده ب 3420 تركي 10 قطع. ادي الحله بتاعته، وبيجي معاه الصينيه دي، بيجي معاه الجريل زي كده، حاجه محترمه بالوانها كلها. تسلم ايدك. قنبله ده؟ ده طقم قنبله، هو قنبله فعلا. جرانيت ده كل حاجه منه جرانيت، وفي منه اللي هو الفيفل. الفيفل مش عارفين ده احنا هنفتح ده انتوا ورزقكم بقى، يا طلع جرانيت يا طلع فيفل. يا طلع جرانيت تشوفوه هو، يا طلع فيفل تشوفوا الجديد. تمام، نشوف الجديد. ماشي، ده اربع حلل احنا ورزقنا اربع حلل بحله جديده بتكوين جديد بكل حاجه. تمام، يعني ده الطعم فيه اربع حله وجريل دبل وطاجن وصينيه ومقلايه ولبانه ومعانا في كل حاجه. ده في كل حاجه بقى، مش هيكلمك. انا عاوز اجيب لكم صفراجي معايا. بصوا ما شاء الله طقم كامل، ده جريل دبل زي ما انتم شايفين. طلع ايه؟ ابشر وقول لنا. الجرانيت؟ لا. ايه؟ تيتانيوم. التيتانيوم بس هوريكم الفيفل دي جديد. تمام، بصوا ده التيتانيوم يا جماعه. حلو قوي ده، تيتانيوم زي ما قلت لكم بتشكيله. بصوا حلو قوي قوي ده، تحفه. وجاي معايا قلنا اربع حلل تمام، واربعة حلة. بصي كمان وطاسة، بصي كمان الحلة، كسرولة، بصي شكل الحلة، وطاجن. يعني بصوا مش حارمكم من حاجة. روعة الحلة أصلا. بصوا الحلة بتاعتنا، الشغل النهاردة فخامة يا أحمد. بصوا روعة الحلة، الله. بصوا ده ده المضلعة الجديدة، تحفة. المضلعة الجديدة تحفة، حلو قوي. بص لا ايه ده، ايه ده، ايه ده، استنالي ايه الجمال ده، ايه الشياكة دي، اعملوا لنا عرض. اللون الجديد، يعني الحلة دي في منها التيتانيوم اللي معاك فوق، دي التيتانيوم، تيتانيوم، ودي الفيفلد الجديدة. الفيفلد الجديدة، وفي منها الجرانيت، ودي تكوينها كتير جدا. بصوا 22 قطعة، كل اللي انت شايفينه ده موجود فيها، بجريل دبل بكل حاجة. وده هنعمله كام النهاردة؟ ده كان ب 8800 النهاردة، هينزل معانا في العرض ب 7850. اسألوا على العرض ده. اقلب لي الكرتونة كده يا احمد. بسبعة كام؟ 850. ب 7850، ده تكوينه حلل، طاسه، صينيه، طاجن، جريل دبل، لبانه. وده شكله يا جماعه، سواء التيتانيوم بتاعه او الفافل الجديد، اسمه فافل فيفلد الجديد. تمام، تسلم ايدك. العروض دي كلها موجوده فين؟ عند شركه القمر يا جماعه. احنا موجودين في القاهره العتبه، شارع بورسعيد جنب فرع الهلال والنجمه وجنب كوبري الازهر. نيجي بقى للطقم الاستانلس، وعايز اقول فيه عندنا انواع كتير بتكوينات كتير، بس عشان وقت الفيديو. عندي استانلس القرشة، عندي استانلس الكركماز، عندي استانلس سافلون، عندي استانلس لاينز، عندي استانلس بونير، كل حاجه موجوده. عندي استانلس موجود. تمام، ادام جبناهم يبقى نعمل عليهم عرض. نعمل عليهم عرض. ده خمس قطع. ده خمس حلل. تمام. ده هو ده. ده هو ده.
بس بيفرق في ايه؟ في مقاس الحله الكبيره. تمام. يعني ده مثلا مقاس الحله الكبيره 32 اللي تحتيه مقاس الحله اكبر حله 30 ده ضمان 10 سنين. ضمان 10 سنين هتاخدوا الاستلس بالضمان. الله، واو، والحله ما شاء الله عليها يعني حله عزومات زي ما بنقول. استلس، وده الغطا بتاعها برضو استلس. بص شكلها حلو قوي، وادي الغطا بتاعها شكلها فخامه، حلو قوي. دي كام النهارده الطقم ده يا احمد؟ ده نازل معانا بسعر حلو جدا، كان ب 4400 هينزل ب 3220. ب 3220 32. وبعدين لي بقى ياخدوا سكرين عليه كده. ده النهارده قلت لي هيبقى بكام؟ 3220. 3220 ده مقاس اكبر حله 32 مش 30، وده تكوينه خمس حلل، دي الكبيره. ال 30 منه هيبقى ب 3100. 3100. تمام، تسلم ايدك. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند القمره. بدانا الاسعار من 2460. طقم حلل كامل زي كده 2460، كل الاشكال الترندي شفناها معانا النهارده. احنا موجودين في القاهره العتبه شارع بورسعيد جنب فرع الهلال والنجمه، وجنب كمان كوبري الازهر. اقرب مترو بيكون مترو العتبه، خدي ميكروباص من جنب الجراج ونزلنا على اول شارع بورسعيد عند الهلال والنجمه. احنا جنبهم على طول، مش عارفين توصلوا، الارقام على الشاشه، العنوان بالتفصيل، هنزل لكم صور في نهايه الفيديو، الارقام موجوده طول عرض الفيديو للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل لشركه الامراء اللي بعمل لكم عليها زوم دلوقتي. دي شركه الامراء موجوده فوق في الدور الاول علوي زي ما انتم شايفين كده. هتوصلوا لها ازاي؟ انت هتركبوا محطه مترو العتبه، دي اقرب محطه مترو ليكم، وهتنزلوا تاخدوا ميكروباص تقولوا عايزين ننزل على اول شارع بورسعيد. اول شارع بورسعيد هيبقى تحت الكوبري ده، الميكروباص هينزلكم تحت الكوبري ده، هتلاقوا على طول في وش الكوبري ده الهلال والنجمه. بص انا بعمل لكم زوم هنا مكان ما هتنزلوا على طول، ده شارع الجيش اللي قدامنا، شارع الازهر لو مشيتوا على طول. انا بديكم على طول العناوين وحاجات تخليكم ما تسالوش خالص. هنلفوا على طول كده هنلاقي الهلال والنجمه، وهنلاقي هنا شركه الامراء زي ما انتم شايفين على طول بعد الكوبري. انا بديكم علامات مميزه، وجنبها كمان في ده بنك مصر زي ما انتم شايفين، هي جنب بنك مصر على طول، ده انا بديكم علامات مميزه ليه. والشارع ده الشارع بتاع مديريه الامن، والكوبري اللي ورايا ده كوبري الازهر، نهايه كوبري الازهر. وهنا هتلاقوا مديريه الامن اللي جاي من يمه مديريه امن القاهره زي ما انتم شايفين. هتلاقوا هنا المبنى ده اللي فيه شركه الامراء. وسايبالكم كمان رقم موجود طول عرض الفيديو على الشاشه لو عايزين تستفسروا عن اي شيء، الرقم ده هيكون واتس واتصال كمان زي ما انتم شايفين كده، وفي شحن لكل المحافظات. احنا هنخش من الممر الضيق اللي انتم شايفينه ده، وهنخش باب العماره من هنا، وهنطلع على طول لفوق، ده مكتوب شهداء، هنخش من جنبه على طول، وهنطلع على طول للدور الاول علوي. المكان مش مستاهل انتوا تسالوا اي حد، يعني الشرح بالتصوير هيخليكم توصلوا بكل سهوله ان شاء الله. دي برضو اليافطه بتاعت الامراء زي ما انتم شايفين للادوات المنزليه. هنطلع على طول للدور الاول ما شاء الله، اللهم بارك. كل ما يخص الادوات المنزليه وتجهيز العرايس هتلاقوه هناك، صيني، تيفال، اكروبال، بايركس، كل المستلزمات هتلاقوها موجوده هناك ان شاء الله. اول ما هنطلع اول باب يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كل جهاز العروسه جابوه هناك، واللي عايز يجدد، اللي عايز برضو يشوف موديلات جديده البيت وهتلاقوها هناك. جهاز العرايس باسعار حلوه عندهم، الحاجات الاسعار الهاديه لو حد امكانياته برضو ضعيفه شويه، ولو في حاجات عاليه جدا هتلاقوها هناك. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.